لا والله ما نلغيهاش، ليه نلغيها؟ يعني انا شايف ان يعني برضو بتبقى فيه شيء من الاثاره، بس اتمنى ان كل المحللين يبقوا ماشيين بمعيار واحد، يعني محللين التحكيم بالذات يبقوا ماشيين بمعيار واحد حسب قانون كره القدم وحسب المعيار الطبيعي. هو المشكله اللي بتخلي فيه تعصب وفيه ان دايما بتشوف اراء مختلفه رغم ان قانون كره القدم واحد يعني. لكن انا لا، مش مع الغاء فقره التحكيم، ان فقره التحكيم بتعمل اثاره برضو وبتعمل نسب مشاهده عاليه وبرضو بتثقف المشاهد والجماهير اللي هي بتفهم قوانين كره القدم. فلا يعني انا شايفه ان هي فقره مهمه جدا يعني. انا عملت لي مشاكل وكانت حاجه ايجابيه ان انا طبعا كابن كابتن حسن شحاته، فدي ادتني فرصه ان انا اكون موجود في الاعلام، يعني ان انا ابويا المدير الفني لمنتخب مصر، فطبعا دي ادتني فرصه ان انا مشهور بسبب والدي، فدي كانت حاجه ايجابيه بالنسبه لي. الحاجه السلبيه بقى ان كان كله في الاول يقول لك ده واسطه وده ما عندوش امكانيات، ده ايه اللي طلعه في الاعلام، لغايه ما الناس بتقعد بعد فتره كده تقيم وتشوف ان مثلا كريم لا مش وحش، عنده موهبه كويسه، عنده كذا كذا. والحمد لله بدليل انا يعني كملت فتره كبيره. كابتن حسن يعني بقاله كام سنه سايب المنتخب؟ 11 سنه، والحمد لله الواحد مستمر وبيكبر اكتر وبيشتغل الحمد لله. مش عايز اقول بقى يعني ليه ترتيب في الاعلاميين المقدمين البرامج الرياضيه، بس الحمد لله يعني. فكانت حاجه ايجابيه بالنسبه لي في الاول، وبرده في الاول كانت حاجه سلبيه ان شويه ناس يقول لك الواسطه ده ابن حسن شحاته ده بيشتغل مش عارف ايه، لغايه ما الناس بقى اتعودت وشافت وكده والحمد لله والامور مشيت يعني. كان في ناس اعلاميين في القنوات اخرى بيقول لك اشمعنى كريم ومش عارف ايه، رغم انا كنت بعمل نفس دور الاعلاميين الاخرين، بس طبعا والدي حسن شحاته مدير الفني، فمثلا بروح اقعد معاه في الاوضه، بخش الفندق، فدي كانت حاجه بلس في اعلاميين تانيين ما قدروش يعملوها، بس بصفه ان انا ابن حسن شحاته وده والدي فبخلص شغلي واروح اقعد معاه في الاوضه، بكون موجود معاه في الفندق. فكان في فعلا ناس اعلاميين تانيين زعلانين وكده، بس انا كنت بعمل نفس الشغل اللي الاعلاميين التانيين بيعملوه، بس احنا كنت شغال مع قناه فيها بتاخد الرايتس بتاعت الكواليس المنتخب. لا ما بتحصلش يعني انا موجود بقى في كمدير كوره مع نادي البنك الاهلي وبشوف الماتشات وكده، لا مفيش يعني. احنا مثلا كابتن خالد جلال وانا كمدير كوره ماسكين نادي البنك الاهلي، كنا بنلعب ضد الزمالك والاهلي، يعني احنا كزملكاويه بقى فبنلعب ضد الزمالك. احنا السنه دي متعادلين مع الزمالك 1-1 في الدور الاول، والدور الثاني الزمالك كسبنا 2-1 بالعافيه، يعني كنا عاملين ماتش جامد جدا وكنا كاسبين الزمالك لغايه الدقيقه 70، وبعد كده المباراه وقف اخر ثلث ساعه الزمالك احرز هدفين. فبالنسبه لنا يعني بالعكس لا، بنلعب كل الماتشات بقوه، والظاهره دي خلي بالك يعني مش صحيحه ان اي مدرب اهلاوي بيلعب ضد الاهلي عايز يكسب، واي مدرب زملكاوي بيلعب ضد الزمالك عايز يكسب. فلا ما فيش مشكله في القصه دي خالص، ومش موجوده على فكره. وممكن بص بيني وبينك يعني في حاجات تانية مش زمالك واهلي، ممكن خلاص انت ما عندكش امل مثلا في نهايه الموسم، بطوله بتخلص الدوري بيخلص مثلا، فانت بتبقى مش بنفس الحماس، ولو ليك هدف يعني لو انت خلاص اخر ماتش ماتشين في الدوري وما فيش هدف، ما قدرتش مثلا تنافس على الدوري او مش في موقف الهبوط، فممكن يبقى فيه هدوء، بس ما فيش حاجه اسمها تفويت يعني. الاسعار في مصر غاليه او كبيره بالنسبه للعيبه، لكن هو ادام جاله عرض خارجي، كان في عرض الريان القطري وفي عرض من نادي نانت الفرنسي، فارقام كبيره جدا تتكلم في ملايين الدولارات، فادام جاله عرض وهو الراجل نادي الزمالك تمسك بيه وهو عايز يقعد في نادي الزمالك، فحقه ان هو ياخد رقم كبير، ايه المشكله يعني. هي نسبه وتناسب يعني، لازم يبقى عندك انديه عندها قدرات عاليه، قدرات ماليه عاليه او قدرات شرائيه عاليه، ان ده بيعمل تنافس قوي جدا في بطوله الدوري. لازم يبقى في انديه شعبيه برضو بشكل برضو يمثل جميع محافظات مصر او معظم محافظات مصر، عشان يبقى في جماهيريه وفي فلوس، فهي نسبه وتناسب. ما ينفعش يبقى فرق جماهيريه بس معاش فلوس، او فرق شعبيه بس ومعاش قدرات ماليه، وما ينفعش يبقى هي فرق شركات بس ومعاش جماهير، هي نسبه وتناسب.
بس هو دلوقتي الغالب في فرق الشركات، يعني فرق الجمالية ليهم 6 7 فرق و10 11 12 فرقة فرق شركة، فلازم يبقى في نسبة بس وتناسب. واتمنى ان في شركات تدعم الأندية الشعبية الكبيرة عشان تقدر تبقى عندها قدرات مالية. شايف النادي المصري السنة دي مستر كامل أبو علي هيعمل شغل جامد، استاذ محمد مصلحي في نادي الاتحاد، الزمالك والأهلي انت شايف الصراع وموارد المالية هنا وهنا، مع أندية الشركات بقى طبعا في أندية مظلومة زي غزل المحلة زي أسوان ما عندهاش القدرات، هي فرق شعبية بس ما عندهاش القدرات المالية، بس هي دي الكورة يعني، فلازم يبقى في فرق معاها فلوس وفرق شعبية تانية عشان تعمل التوازن في الدوري المصري. كنا في برنامج في القناة الأولى وكان حاطين لي الشاشة بتاعت أنا بتكلم إنجليزي كويس على فكرة، فكانوا حاطين لي الشاشة بعيد عني، فكان هو كان استفتاء جماهير مش عارف كان ميسي ومش عارف مين، فأنا فاكر إن أنا مش شايف، أنا فاكر إن اللعيب اسمه إلس يعني الشاشة بعيدة عني، فحتى قلت في الفيديو ده يا جماعة أنا مش شايف اسمه إيه ده سامون إلس، وبعدين إيه لما قلت الكلمة أنا قلت ده لعيب اسمه سامون إلس، وبعدين لما قلت الكلمة قلت أنا رسل سامون إلس يعني هو حد تاني يعني، فهي كانت جت كده مقاطعه بقى ايه لما انا قلت اللعيب اسمه سامون إلس ما كملوش اللي انا قلته بعد كده يعني، بس انا كنت شايف الشاشه كان حاطينها بعيد عني فما كنتش شايف الحروف يعني.